ينبغي أن يكون خلف ذلك الباب أمر آخر، القلب. القلب هذا أمره مختلف، حاله مختلف بالنسبة لجسم الإنسان، وعندما يحصل فيه خلل يكون الاهتمام كبيرا من الإنسان نفسه ومن الطبيب. غرفة النوم كالقلب، ينبغي أن يكون الحديث فيها مختلف، ينبغي أن يكون اللباس فيها مختلف، ينبغي أن يكون فيها عندما يدخلها الإنسان ينسى الهم وينسى ما كان في يومه خلفه. وقبل مدة زمنية طويلة قرأت مقالا عن امرأة لعلها من يعني المشهورات، كانت لا أدري كاتبة أو لا أدري شيء، تتحدث هكذا تقول يعني كانت تعمل والعمل مضني أو مجهد الذي يمر عليها في اليوم. تقول يعني أكون في أو في عملي وفي جهدي وفي كذا، لكن عندما آتي إلى موعد دخولي لغرفة نومي أجعل من غرفة نومي قبل أن أنام يعني من غير النوم أنني تلك الغرفة بمجرد إحساسي أو بمجرد وصولي فيها أنسى كل ما كان في ذلك اليوم من تعب ومن نكد ومن شقاء ومن هموم ومن غموم بسبب ذلك، وهي امرأة غير مسلمة. هنا ينبغي أن يكون لها شأن خاص من جانبين، من جانب ما يحصل فيها، ومن جانب أعجبتني امرأة كبيرة من نسائنا المؤمنات، كنت امرأة كبيرة، هي كبيرة يعني في السن من عمر والدتي، وكنا نناقش شيء من أمور المشاكل الزوجية، فكانت تقول ينبغي ما يحصل من خلاف بين الرجل وزوجته في المنزل، وهي في الحقيقة مثالية بأسرتها هذه المرأة، تقول ينبغي أن يكون ما يكون من خلاف بين الرجل وزوجته لا يخرج من غرفة النوم حتى إلى الصالة وإلى الأولاد، فهي سبب للسعادة وسبب للأنس وسبب للألفة وسبب أيضا لحل الخلاف. ينبغي ما يكون بينهم أن يكون مدفون في تلك الغرفة. تعال إلى الكثير من النساء هداهن الله تعالى وحاش الكريم منهن، على سبيل ما يدور إذا دار خلاف بينها مباشرة، زميلتها تعرف وصديقتها في العمل تعرف أو زميلتها في العمل تعرف، بل يتجاوز الحال إلى أن البعض من النساء تبث ما لديها من هم عند الجميع. بعض من الإخوة الموظفين يذكر يقول النساء زميلاتنا الموجودات في العمل الله يحفظهن، يقول أحيانا نكون عندنا مشاكل وعندنا كذا مباشرة، لما نوصل كل واحدة تقول مشكلتها لزميلتها، احنا الرجال الموجودين ونسمع، مع أنه البيوت أقفال وخصوصا غرفة النوم هي قفل. لذلك ينبغي للمرأة أن تحسب حساب لتلك الغرفة وأن تعلم أن صحة هذا مثل الجسم، البيت مثل الجسم، فصحته بالقلب، القلب في خلل يظهر في كامل الجسم، القلب صحيح أيضا كما ضرب المثال ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فاجعلي يا أختي من غرفة النوم مكانا خاصا لكل خاص.